لماذا الزوال؟ الزوال هو بداية تحرك الشمس ويكون قبل أذان الظهر بخمس دقائق. هنا الشيخ يقول لابد أن تستعد للظهر قبل الزوال بوقت. الزوال الظهر اليوم على الساعة 12، قبل الزوال يعني الشمس تتحرك من مكانها، والزوال يعني النقل، فالشمس تنتقل من مكانها إلى مكان آخر. هذا الزوال يكون قبل صلاة الظهر بكم دقيقة؟ 5. طيب، معنى الكلام استعد للصلاة قبل مجيء إليها الوقت. فإذا كان الإنسان يستعد للشيء مبكرا يستمتع به، دائما المتأخر ليس له نصيب من الجمال. ها، ذهبت إلى العرس متأخرا، يأكل بقايا الطعام، ذهب إلى العرس متأخر يسلم على العريس والعروسة باستعجال، ذهب إلى العرس متأخر يجري بسرعة، يذهب في عرق في تعب، لكن العرس الساعة 7، أنا موجود في قاعة العرس الساعة 6، يا سلام، في راحة، في هدوء، في سكينة من البداية. وهذا القول كانوا دائما يقولون البدايات من المهمات، البدايات من المهمات، وجلوسك في انتظار الصلاة هو ثواب من الله، فمن جلس ينتظر الشعيرة هو في شعيرة، ومن جلس ينتظر الصلاة هو في صلاة، ومن ذهب إلى الصلاة مبكرا كتب اسمه مبكرا في الصحف. في رؤيا رأتها امرأة موجود في كتاب الروح لابن القيم المنتقل سنة 751، رجعت أكتب، مات سنة 751. ماذا قال؟ جاءت امرأة هي أم لثلاثة أولاد، أحد السادة رأى الأولاد في المنام، قال يا أمه رأيت في المنام ابن من أولادك يدخل الجنة محمولا على الأعناق. هو قد مات، يعني الثلاثة قد ماتوا، ورأيت الثاني يدخل الجنة ماشيا، ورأيت الثالث يدخل الجنة حبوا، يعني كأنه يمشي على بطنه. قالت الأول كان يذهب إلى الصلاة قبل الأذان، يعني الشيخ استعد لصلاة الظهر في المسجد قبل الزوال، يعني قبلها بخمس دقائق. طيب، والثاني قالت كان يدخل عند الأذان، والثالث قالت كان يدخل عند الإقامة. فبقدر المسارعة إلى المسجد مبكرا بقدر دخولك في الجنة بهذه الهيئة. فهمتم ولا أعيد؟ ها؟ أعيد؟
فهمتم؟ الأول دخل الجنة محمولا على الأعناق، والثاني دخل يمشي، والثالث دخل حبوا كأنه يمشي على بطنه ببطء. فسأل الأم ماذا قالت؟ قالت الأول كان يدخل المسجد قبل الأذان، والثاني قالوا كان يدخل مع الأذان، والثالث كان يدخل عند الإقامة. فبقدر المسارعة إلى المسجد يأتي الأمر، بقدر المسارعة إلى المسجد يأتي الأمر. ونزيد فتقدم القيلولة إن كان لك قيام في الليل. القيلولة هي النوم بعد صلاة الظهر، وهي تعطي قوة للبدن، وهذه القوة للبدن تساعدك على قيام الليل. القيلولة هي النوم بعد صلاة الظهر، فالنوم بعد صلاة الظهر محبوب، أما النوم بعد صلاة العصر مذموم، بعد المغرب أشد ذما لأنه قد لا يدرك العشاء. النوم بعد الظهر يسمى إيه؟ قيلولة. قيلولة يعني كأنه يهان شوية كده، ينام شوية، وهذه القيلولة تعطي قوة لمن؟ للجسد. طيب قول يا سيدي. أو سهر في الخير فإن فيها معونة على قيام الليل. سهر في الخير يقرأ القرآن. كان الإمام الشافعي يبدأ في الليل بمسألة، مسألة مسألة، 60 مسألة كل يوم، 60 مسألة جديدة كل يوم. صار الإمام الشافعي أين يكتبها؟ يكتبها في الليل. ما هو المعين لقيام الليل؟ القيلولة. ولذلك تجد الأماكن يعني التي ليس فيها تقدم كالأقاليم والزراعة، الناس تستيقظ في الصباح قبل الفجر بساعة للوضوء وقيام الليل، ثم الصلاة، ثم يذهبون إلى العمل قبل أن الشمس تشتد. الساعة 12 وجبة الغداء، بعد الغداء أكل خلاص، صار جسمه ثقيل ينام ساعة ثم يستيقظ ويكمل يومه بالنشاط. لكن السهر بالليل والنوم بالنهار أشد خطورة على بدن الإنسان. جرب كده، من يسهر الليل وينام بالنهار صعب. ولذلك معظمنا في رمضان البرنامج صعب بالنسبة له. كما أن في السحور معونة على صيام النهار، والقيلولة من غير قيام الليل، من غير قيام بالليل كالسحور من غير صيام بالنهار. ما فائدتها؟ ما فائدة من ينام بعد الظهر ولا يقيم الليل؟ شوف مولانا، من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. ما معنى لم يكتب من الغافلين؟ أي كتب من الذاكرين. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. يا مريم ها اقنتي، يا مريم ها اسجدي لربك ها اقنتي. يا سبحان الله، القنوت درجة عظيمة في العبادة. 100 آية مولانا أقل من ربع. كيف لو قرأت الواقعة 96 آية والإخلاص 4، هذه 100. عما يتساءلون 40 آية، النازعات تقريبا 21، ما بعدها عبس وتولى، خلاص 100 انتهت. ربع
ربع واحد، ربع صغير كده. لو تقيم الليل بأكثر ما شاء الله، عندك مولانا صور كثيرة، شعراء تقريبا 200 و220 وزيادة، أربع أرباع حزب 200، يعني قريب من البكرة في عدد الآيات ليس في عدد الصفحات، لمن أراد أن يتعلم يقرأ. كيف نقيم الليل؟ شوف مولانا الرسول يمدح أمام السيدة حفصة ويقول نعم الرجل عبد الله بن عمر، معنى الحديث لو كان يقوم الليل. نعم الرجل عبد الله بن مين؟ بن عمر، لو كان يقيم الإيه؟ الليل. قالوا عندما سمع عبد الله بن عمر هذه المقولة لم يترك قيام الليل أبدا. طب قيام الليل يعني كم ركعة؟ يكفي ركعة، 2 جيد، 13 15 كما تشاء، صلاة الليل مثنى مثنى. كان مولانا زين العابدين ابن مولانا الحسين ابن مولانا علي زوج السيدة فاطمة بنت مولانا المصطفى صلى الله عليه وسلم عنده 500 شجرة، وكان يصلي تحت كل شجرة ركعتين في اليوم في الليلة، يعني كان يصلي كم ركعة؟ 1000. دي كرامة، كرامة. شوف الرسول لم يزيد لا في رمضان ولا غير رمضان عن 11 ركعة، 11 ركعة لا نعترض، لكن الرسول فعله على سبيل التمثيل، فمن أراد الزيادة قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ليس عندنا مشكلة. خلاصة الكلام، مولانا الجنيد عندما مات قالوا ماذا فعل الله بك يا إمام؟ قال طاشت الصحف والأعمال ولم ينفعنا إلا ركعات كنا نصليها بالليل والناس نيام، ركعات كنا نصليها بالليل والناس نيام. فصلاة الليل تعطي نور في وجه المصلي، تعطي بركة للرزق، لها طعم. كنا نتكلم في العشاء اليوم أن العبادة النادرة لها طعم مختلف، لها ثواب مختلف. انظر قرية كلهم بخلاء إلا واحد كريم ما شاء الله، قرية كلهم كفار إلا واحد مسلم ما شاء الله. إيه رأيك قرية ليس فيها سيارة إلا واحد عنده سيارة ما شاء الله؟ شوف شوف، دايما القليل مرغوب، القليل دايما مرغوب. ومن هنا يا شباب من يقومون الليل قليل، وهي عبادة تقرب إلى الله بسرعة، يكفي ركعتين ولو بعد صلاة العشاء. فقد كان مولانا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصلي ثم أنام، وكان عمر يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنام ثم أصلي، والرسول لم يعترض على هذا ولا على هذا، فدل على ماذا؟ على الجواز. وليبني فإذا قلت فاجتهد أن تستيقظ قبل الزوال. فإذا قلت، فإذا نمت، وتتوضأ وتحضر المسجد وتصلي تحية المسجد وتنتظر المؤذن فتجيبه ثم تقوم فتصلي 4 ركعات قبل الزوال. المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فهو الذي يرفع كلمة التوحيد وكلمة الشهادة أمام الناس وأمام العالم. المؤذن هو الوحيد الذي يحقق هذه السنة، فالأذان سنة كفاية. ما معنى سنة؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ لا لا، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذه معنى سنة. هذا الأذان مولانا شرع في
في العام الأول لرؤيا رآها أحد الصحابة اللي هو من عبد الله بن مين؟ ابن زيد. عبد الله بن زيد شاء ربنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بهذه الرؤيا فجعلها أذانا. ثم شاء الله مرة أخرى أن هذا الأذان يمتد ويمتد 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 إلى أن صار شعيرة، وهي الشعيرة الوحيدة السنة التي إذا امتنع أهل البلد على أدائها وفعلها حاربهم ولي الأمر. نحن في القاهرة كل المساجد امتنعت عن الأذان، كل المساجد. نعم، يحق لولي الأمر أن يحاربهم حتى إيها يعلنوا الصلاة. سبحان الله، السنة الوحيدة إن ولي الأمر يحارب الرعية حتى يقيموها. طيب، هي سنة كفاية. يعني إيه؟ اثنين يؤذن، واحد يؤذن يمين واحد يؤذن يسار، استغفر الله، هو مؤذن واحد. طب نحن نريد الثواب، قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. حديث صحيح رواه مسلم. الله أكبر، أنا الله أكبر. حي على الصلاة، أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح، أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يقول الصلاة خير من النوم، أنا أقول صدقت يا رسول الله. انتهى المؤذن، يصلي على رسول الله. قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه. هنا تحققت السنة لك وله، والثواب لك وله. طيب، أنا في القاهرة هنا، سبحان الله، فضل الله علينا كثير، نحن في بلاد مسلمين، في 50 جامع يؤذن، مسجد قدح يؤذن، ومسجد برليس يؤذن، لكن في فرق في الأذان. مسجد سلنجور في الحي العاشر يؤذن، لكن أنا أسمع، فأنا أسمع الآن 3 مساجد تؤذن. ماذا أفعل؟ على مذهب الإمام الشافعي تجيب الجميع. يعني أنا أسمع مسجد قدح يقول الله أكبر، أنا أقول الله، ثم أسمع مسجد برليس يقول لا إله إلا الله، أنا أقول لا إله إلا الله، ثم أسمع مسجد سلنجور يقول حي على الصلاة، أنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. على مذهبنا تجيب كل المنادي، حكم إجابة الندائها سنة، ليست فريضة، سنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولهن ويقول هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إن ساعة الزوال ساعة مباركة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يرفع لي عمل صالح في هذا الوقت. ما هو العمل الصالح الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي سنة الظهر 4 ركعات على هيئة الظهر، الله أكبر، 1-2 تشهد، 3-4 تشهد، سلام عليكم. ما أجمعت الصحابة على شيء كما أجمعت على صلاة 4 ركعات قبل الظهر. على مذهب الإمام الشافعي صلاة الظهر المؤكدة لها سنة قبلية وبعدية، وإن كانت جمعة، 2 قبل الصلاة و2 بعد الصلاة. طيب، من صلى 4-2 مؤكد و2 غير مؤكد، من صلى 4 بعد 2 مؤكد و2 غير مؤكد. خلاص، الرواتب عندنا كام؟ 10. ها، مين يحفظ؟ 2 قبل الصبح، 2 قبل الظهر، 2 بعد المغرب، 2 وما دون ذلك، وما دون ذلك غير مؤكد. قول يا سيدي. أحب أن يرفع عني فيه عمل صالح، وهذه 4 قبل الظهر سنة مؤكدة. في الخبر
لكن مذهبنا رواية الترمذي وهي رواية صحيحة أن السنة المؤكدة للظهر 2 قبله. طب 4 2 الأخرى غير مؤكد. قول سيدي. ثم صلي الفرض مع الإمام ثم صلي بعد الفرض ركعتين فهما من الرواتب الثابتة، ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعلم علم أو إعانة مسلم أو قراءة القرآن أو سعي في معاش لتستعين به على دينك. يعني إما أن تفعل في هذا الفراغ ما يقربك إلى الله أو ما يقربك إلى الدنيا. ما يقربك إلى الله العلم خير النوافل، ما يقربك إلى الدنيا تعمل حتى تأتي بمال توسع على نفسك وعلى أولادك وكذا. ثم صلي 4 ركعات قبل العصر فهي سنة مؤكدة. 4 ركعات قبل العصر، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أدي 1. 2 ما بين كل أذانين صلاة ركعتين، لكنها ليست مؤكدة، لا الأربعة مؤكدة ولا الاثنين مؤكدة، هي غير مؤكدة. رأي مولانا الغزالي هذا، لكن الراجح في مذهبنا أنها غير سنة، إيه؟ غير مؤكدة. اكتب يا ابني حتى تعرف. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. حاضر. فاجتهد أن ينالك دعاء صلى الله عليه وسلم، ولا تشتغل بعد العصر إلا بمثل ما قد سبق قبله. يعني رحم الله امرأ، هذه دعوة الرسول، فكل من صلى 4 ركعات قبل العصر نال دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الدعاء له بالرحمة. طب ماذا نفعل بعد العصر؟ كما فعلت بعد الظهر، تقرأ وتتعلم. وكانت دروس أهل الله زمان في الماضي في الأزهر وغير الأزهر مرتبطة بالصلوات، هذا ما نفعله بفضل الله. بعد الظهر درس، قبل الظهر درس، بعد العصر درس، بعد المغرب درس، هذا بعد العشاء. أن تربط أعمالك بالصلوات هذا رائع. هي مولانا متى تذهب إلى الدرس؟ بعد العشاء. متى تذهب إلى الدرس مولانا؟ بعد المغرب. متى تذهب الدرس إلى مولانا؟ قبل الظهر. متى الدرس مولانا؟ بعد العصر. أن تربط أعمالك وجدول أعمالك بالصلاة هذا جيد، جيد جدا مولانا. فيها ذكر للصلاة وفيها تنظيم للأوقات والصلاة منظمة. قول سيدي. لكن الدرس الساعة كام الدرس؟ الدرس الساعة 3 يستمر إلى الساعة 4 على العصر. ولا ينبغي أن تكون أوقاتك مهملة فتشتغل في كل وقت بما اتفق كيف اتفق، بل ينبغي أن تحاسب نفسك وترتب أورادك ووظائفك في ليلة. قلنا ما معنى الأوراد والوظائف؟ ليس الكلام كما يظن بعض العقلاء أو المجانين، كلام واضح. الأوراد يعني صفة دورية، الشيخ يأتي هنا كل يوم 2 عقب صلاة العشاء، ده دوري. الورد أننا نقرأ اليوم الأول 5 صفحات، اليوم الثاني 6 صفحات، اليوم الثالث 10 صفحات، اسمه ورد. خلاصة الكلام هذه الأوراد كلها من الكتاب والسنة والدعوات المباركات، ليس فيها بدع، ليس فيها خرافات، ليس فيها أوهام. طب إن وجدنا بدع وخرافات يسأل عنها صاحبها، يسأل عنها من؟ ليس لنا علاقة. لكن معنى ورد يعني نظام، معنى وظيفة يعني نظام. أنت علشان تكون طالب مجتهد لازم يكون لك وظيفة، يعني جدول. أنا الصبح أصلي الصبح، بعد الصبح نصف ساعة، تعمل إيه مولانا؟ نصف ساعة قرآن، بعد نصف ساعة قرآن نصف ساعة تاني، بعد كده رياضة، بعد كده أنام ساعتين، بعد كده أصحى وأراجع الدروس.
الإمام الشافعي كيف كان يقسم وقته؟ بعد صلاة الصبح ساعة تفسير، ساعة ليست 60 دقيقة، ساعة الله أعلم، ساعة يعني مدة من الزمن. بعد التفسير ساعة حديث، فيأتي وقت الضحى فيجلس مع الشعراء والبلغاء وأهل اللغة، ثم بعد ذلك يمشي إلى بيته ويعود عصرا، ويجلس من العصر إلى العشاء يملي في كتاب الأم في مسجد عمرو بن العاص. بعد العشاء هو يدخل في مسألة إلى مسألة إلى أن يأتي الصبح، فكأنه ينام في القيلولة إلا قليلا. هذه جدول. كم سنة عمر الإمام الشافعي؟ 54 سنة. ده الإمام الشافعي، تظن أنه 200 سنة كتب وعلم. الإمام النووي كم سنة؟ 45 سنة. الإمام الطبري صاحب التفسير المنتقل سنة 310، كم سنة عمره؟ 33 سنة. 33 سنة. هذه تنظيم الأوقات، هذه العلم، أن تجعل جدول للمذاكرة وتنظيم الأوقات. هذا ما أجمع عليه كل المتفوقين، تنظيم الأوقات أجمع عليه كل المتفوقين. أما من يمشي في الدنيا كده يأتي ما يأتي وخلاص، هذا الله يتولاه ويجعل البحر جاوى مثواه. وتعين لكل وقت منها شغلا لا تتعداه ولا تؤثر فيه سواه. شوف تنظيم، شغل لكل وقت لا تتعدى ولا تفضل على هذا الوقت عمل آخر. احنا اتفقنا بعد صلاة الصبح سنقرأ قرآن الربع، انتهى الأمر. مولانا نعم، بس ممكن نحفظ حديث، انتهى الأمر. طيب أي ربع سنقرأ اليوم؟ اليوم نحن سنحفظ أول البقرة. طب ممكن نجعلها أول آل عمران؟ أول البقرة. خلاص اختار وقت، هذا الوقت لا تتعدى. النظام. كان لنا صديق اسمه فارس، وكان ليبي، كان صلاة العصر يصلي ثم يدخل حجرة ويغلق الباب، يخرج يصلي المغرب ثم يخرج يصلي العشاء، ثم الساعة 2 بالليل يخرج يتكلم ويأكل ويشرب ويفعل ما يشاء. فأنا أسأل ماذا يفعل من صلاة العصر إلى الساعة 2 بالليل؟ قالوا هو أخذ عهدا على نفسه أن يقرأ الربع من القرآن 140 مرة. طب لماذا 140؟ حاجة في نفس فارس. إذا قرأها 140 مرة يخرج يتكلم مع الناس، أقل من 140 لا يخرج. ختم القرآن في 8 أشهر، أقل من سنة. شفت مولانا؟ صلاة العصر ممكن يحفظ الربع بعد 10 مرات، يعني من العصر إلى المغرب يحفظ لا يخرج، يكمل. وكلما قرأ زيادة كلما تأكد يقرأ الربع الواحد 140 مرة، لا يخرج إلا إذا أتم 140. إيه مشكلتنا؟ أنا عندما أحفظ القرآن، وربك الغفور ذو الرحمة، سهلة خالص، وربك الغفور ذو الرحمة، أنا حافظ. مولانا سمع، وربك الغفور ذو الرحمة، أقرأها 2 مرات خلاص. لكن آية المداينة أقرأها 50,000 مرة عشان أحفظ. ولذلك نحن الآيات الكبيرة الصعبة نحن نتذكر، أما وربك الغفور ذو الرحمة ننسى. نحتاج أن من يقول لنا أول الآية. ليه مولانا؟ من جاء سهلا يمشي سهل، أما من جاء بتعب وصعوبة ها لا يمشي بصعوبة. ده كلام الغزالي من 1000 سنة.
ألف وزيادة، لكن كلامه حق. اليوم يحول الطالب الكسلان، الطالب الفاشل، إلى طالب مجد بس يسمع الكلام. قول لنا سيد بطاطس. فبذلك تظهر بركة الأوقات. إيه البركة؟ الزيادة. تشعر أن الوقت القليل صار كثيرا، هذه البركة. في وقت قليل تتم وتنجز أعمالا كثيرة. فأما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال البهائم لا تدري. يعني إيه إهمال البهائم؟ عادي بدون نظام، سدى أي حاجة. تأكل إيه مولانا؟ أي حاجة. تشرب إيه مولانا؟ أي حاجة. هذا حياة سدى، لكن لا هو عارف هدفه. أنا أعرف هدفي. ما جلس مصعب بن عمير في مكان إلا وقام وقد أسلم الناس كلهم. في خلال عام أسلم أهل المدينة إلا دارين لعلاقتهما باليهود. فهمت؟ يعني الآن أنت تجلس في درس، فجأة في درس آخر، فأنت تترك هذا الدرس وتذهب. في واحد يقول أنا لا أذهب لأن الشيخ صديقي. خلاص يا ابن اتق الله. قول يا ابن. لا تدري بماذا تشتغل في كل وقت، فينقضي أكثر أوقاتك ضائعا وأوقاتك عمرك. شوف في رواية رجاء تحفظها، نعمتان مغبون يعني مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون يعني مخدوع، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. أنت الآن طالب، غدا لن تجد وقت تفعل فيه شيء، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، إلى أن تموت. لكن أنت الآن فاضي. أحيانا الإنسان يريد أن يشتري كتاب مش فاضي، يشتري غالي لكنه مش فاضي، يشتري رخيص. طيب الصحة، أنت شباب جسدك يتحمل، لكن عندما تكبر خلاص تتعب، عايز عزائم، عايز قوة. رجاء رجاء تستغل صغرك في العلم. أنا عندما أكبر، أنا مثلا لا أذاكر الفقه جيدا، شيخ غير مذاكر، لكن في درس يتكلم عن أحكام الصيام وأنا شيخ لكن ضعيف في الصيام. قالوا مولانا لا تغضب، الشيخ شلتوت يشرح درس الصيام في الرواق القوي، ما عنديش وقت. طيب لو عندي وقت أنا خائف، ليه مولانا؟ أذهب إلى درس الشيخ شلتوت فأجد طلابي يحضرون الدرس، كده الشيخ في إحراج. لكن وأنت شباب صغير تفعل ما تشاء. لماذا مولانا؟ كل من يحضر أقرانك، دي القضية الصعبة. فرجاء أن تتسلح بالعلم وأنت في أوقات غير محاسب عليها. غدا سبحان الله الشيخ لا يفهم شيء في الصيام، لا يفهم شيء في المنطق، كيف صار شيخا؟ لكن وأنت طالب عادي مش مشكلة. رجاء خلي بالك، نعمتان مغبون أي مخدوع فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استغلهم جيدا، لا تضيع وقتك، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. حكمتان قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، جالست أهل الزهد والورع والعباد فخرجت منهم بحكمتين، خلاصة 10 سنين. واحد، النفس إن لم تشغلها بماذا؟ بالحق، شغلتك بماذا؟
ها تجلس الآن للدرس ولا تمشي في الشارع تلعب كرة؟ لا، ولا تشتغل بالحق. اثنين، الوقت كالسيف، إن لم تستخدم الوقت جيدا ستضيع. الوقت كالسيف إن لم تقطعه ها قطعك. فإن لم تتغلب عليه بتنظيمه واستغلاله ستندم عليه يوم القيامة. ونزيد، عمرك رأس مالك وعليه تجارتك وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد في جوار الله تعالى. فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذ لا بدل له، فإذا فات فلا عود له. هذا كلام جميل. الوقت له خصائص ثلاثة. الوقت له خصائص ثلاثة، هذه منها: واحد، النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا، دي حكمة الإمام الشافعي تدخل معنا. لكن واحد، الوقت لا يباع ولا يشترى. من يستطيع يشتري الوقت؟ لا أحد. اثنين، الوقت إذا فات لا يعود. امبارح يوم الأحد سبحان الله كنت أريد أحفظ قرآن، خلاص مولانا انتهى الأمر. ثلاثة، أنت محاسب على الوقت، مسؤول عنه. خصائص الوقت ثلاثة: إذا فات لا يعود، الوقت لا يباع ولا يشترى، أنت محاسب على الوقت. قول يا مولانا. فلا تكن كالحمقى المغرورين. الحمقى، الأحمق قليل العقل. وكان علماء حكماء الهند لو الملك يغضب على واحد منهم يحبسه مع رجل أحمق، إذا أراد أن ينفعك يضرك. الأحمق قليل العقل والحكمة، إن جاء ينفعك يضرك. رجل نقول له هذا العنب يمرضك فلو يأكل يمرض، فقل مولانا يا مولانا لو آكل عنب أمرض، والله لا تأكل، قسما بالله لا تأكل. هو يظن أنك عندما تأكل يكرمك، وهو يجهل أنك لو أكلتها ستضر. فالأحمق إن أراد أن ينفعك ضرك. فلا تكن أحمق ويضيع منك الوقت عبث. افرح بالبقاء لا تفرح بالفناء. المال سيفنى والعمل الصالح سيبقى. هذه رواية رواها البخاري. شوف مولانا، قالوا في حديث أخرجه البخاري: أول ما يفارق العبد ماله. الشيخ عندما يموت مع موبايل أوبو، وما أدراك ما أوبو، أو بي بي أو، هذا موبايل بركة. لماذا بركة سيد جيلة؟ لأنه من بنينك. وما أدراك ما منينك، خلاص بنينك. هذا الموبايل الشيخ فرحان به، سعيد الشيخ، شيخ يعني فرحان قوي انه عنده موبايل. عندما يموت الشيخ اخذ الموبايل.
ألا يعطوني الموبايل عشان أنا في القبر مثلا أشوف الواتساب كده أي حاجة؟ الشهداء أحياء في قبورهم، ما فيش مولانا، شهيد غير شهيد، سنأخذ المال، يعني سنأخذ المال صح؟ شهداء أحياء، الناس عند الله مولانا، ليس عندنا، عندنا نحن سنأخذ المال. شيخ يرتدي خاتم ذهب، كان عندي خاتم ذهب لكن أخذوه الأصحاب يأخذوه، خاتم فضة ليس ذهب. شيخ يرتدي نظارة يأخذونها، شيخ يرتدي ملابس يخلعونها. يجرد الإنسان من ماله ومن ملابسه ثم يغطى عاريا. جرد الإنسان من ملذات الدنيا ومن شهوات الدنيا، صح؟ الإنسان ينظر إلى الملذات، أول ما ينظر إلى الملذات ينظر بالعين، أول ما يغلق عندما يموت الإنسان تغلق العين. كأنهم يقولون بمجرد أن خرجت الروح سنغلق عينك. اثنين، جرد من ماله وثيابه. طيب في الرواية بقى، ثاني ما يفارقه أهله. إذا وضع الإنسان في التراب، عجيب والله مولانا، كأنهم يحكمون الإغلاق فوقه التراب ويساوي ويضعون الماء، ثم عندهم المعول ويفعلون هكذا. هذا فعلوه مع رسول الله، ألا يفعلوه معنا صلى الله عليه وسلم؟ وما يفعل هكذا ويرش ماء، ونطمئن أن الميت لا يخرج. ثلاثة، لا يبقى معه إلا العمل الصالح. فإذا كان عمل صالح يسعد، سينقلب إلى أهله مسرورا، لكن إن كان عمل طالح سيغضب. ثلاثة، أول ما يفارقك مالك، ثاني ما يفارقك أهلك، ولن يبقى معك إلا العمل لها. هذه رواية الإمام البخاري. ولا سيد، فإنهما رفيقاك يسحبانك في القبر، حيث يتخلف عنك أهلك ومالك وولدك وأصدقائك، ثم إذا صرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب، واشتغل بالتسبيح والاستغفار، فإن فضل هذا الوقت كفضل ما قبل طلوع الشمس. قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، واقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والمقربتين. يعني سورة الشمس وسورة الليل وسورة الفلق وسورة الناس. الشمس والليل والفلق والناس. ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار، فإذا سمعت الأذان فأجبه. ليه في الاستغفار؟ لأن تغيير رقيب وعديد هنا، من الصبح إلى العصر ومن العصر إلى الصبح. وأسعد الناس صحيفة يوم القيامة هي صحيفة المكثر من قول أستغفر الله، المكثر من قول أستغفر الله، هذا أسعد الناس يوم القيامة. وإذا فتح الله الصحيفة وهو أعلم بما فيها، فرأى في أولها ذكر وفي آخرها ذكر، قال الله: اغفروا لعبدي ما بين الذكرين، أذكار الصباح وأذكار المساء، الله يغفر ما بينهما من ذنوب. وقل بعده: اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعائك أن تؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد والدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة، وصل بعده قبل أن تتكلم ركعتين، فهما راتبة المغرب، وإن صليت بعدهما أربعا تطيلهن فهن أيضا سنة،
وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي. لكن الرواتب ليست قبل المغرب، الرواتب بعد المغرب. الرواتب بعد الإيه؟ طيب، 4 ركعات في صلاة على مذهب الشافعي بين المغرب والعشاء اسمها صلاة الأوابين، أقلها 6 ركعات وأقصاها 20 ركعة، صلاة الأوابين أقلها كم؟ 6، أقصاها كم؟ يجوز أن ننوي سنة المغرب البعدية معها، فلو نصلي سنة المغرب والأوابين 2 ثم 4 2 2 هذا 6 كما ذكر الشيخ. وتحيي ما بين العشاءين بالصلاة تفعل. ما بين العشاءين يعني ماذا؟ العشاء يعني الليل، العشاء يعني الليل، فالمغرب والعشاء تسميها عشاءين، المغرب والعشاء عشاءين، ويكره أن نقول على صلاة العشاء العتمة، يكره أن نقول على صلاة العشاء الإيه؟ العتمة. فقد ورد في فضل ذلك ما لا يحصى وهو ناشئة الليل، لأنه أول نشأته وهي صلاة الأوابين. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فقال هي الصلاة ما بين العشاءين، فإنها تذهب بملاذ أول النهار وتهذب آخره، والملاذ جمع ملغاة فهي من اللغو. كان بعض العلماء يقول إن نصوم نهارا نضعف، وإن نفطر نحيي ما بين العشاءين بالذكر والدعاء والعبادة. فكانوا يقولون أن إحياء هذه مدرسة، يعني من يخالفها لا نعترض، رحمه الله. قول يمين. فإذا دخل وقت العشاء فصلي 4 ركعات قبل الفرض إحياء لما بين الأذانين ففرض ذلك كثير. قلنا لحضراتكم حديث أخرجه مسلم وهو صحيح، ما بين كل أذانين صلاة 2 ركعة لمن شاء. الأذان الأول هو أذان الصلاة، والأذان الثاني هو الإقامة. الأذان الأول هو ماذا مولانا؟ الصلاة. والأذان الثاني هو ماذا؟ الإقامة. فما بين الأذان والإقامة نصلي 2 ركعة، إما أن تكون مؤكدة كما بين قبل الصبح وقبل الظهر، وإما غير مؤكدة كما بين العصر والمغرب والعشاء. لا يوجد صلاة للعصر مؤكدة، المغرب والعشاء المؤكد بعدها لا قبلها. لله. وفي الخبر إن الدعاء بين الأذان والإقامة. الخبر يعني الرواية. الخبر يعني الرواية. ثم صلي الفرض وصلي الراتبة 2 ركعة. ما معنى الراتبة؟ الراتبة سنن الرواتب، لأنها متعلقة بماذا؟ متعلقة بالفرائض. وقرأ فيهما سورة ألف لام ميم السجدة وتبارك الملك أو سورة ياسين والدخان، فذلك مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلي بعدهما 4 ركعات ففي الخبر ما يدل على عظيم فضلهن. ثم صلي الوتر بعدها 3 الوتر أقله 1 ركعة أقصى 11 ركعة، لكن ممكن نصلي الوتر 3
اثنين وتحيات وسلام، ثم ركعة وتحيات وسلام. هذا أفضل. ليه؟ لكثرة السلام. ويجوز أن نصلي الوتر ركعة اثنين ثلاثة تحيات سلام. ويجوز أن نصلي الوتر كصلاة المغرب اثنين تشهد ثلاثة تشهد سلام، لكن الأفضل في مذهبنا أن كثرة السلام ثواب. فماذا نفعل مولانا؟ اثنين تشهد سلام، ركعة تشهد سلام، ذلك عندنا أفضل. ثم صل الوتر بعدها ثلاثا بتسليمتين أو بتسليمات واحدة. عادي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون. هذه أول ركعتين، الأعلى والكافرون في الركعتين الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الإيه على سبيل السنة، ومن أراد أن يقرأ غير ذلك يقرأ، واقرأوا ما تيسر منه. والإخلاص والمعوذتين. نعم. فإن كنت أعزما لحظة لحظة. نعم. بعد العشاء مفيش أربع ركعات، عندك أربع ركعات بعد العشاء. لحظة. ها انت جبت منين اربع ركعات بعد العشاء؟ ارجع يا فكري شوي. ها وصلي بعدهما اربع ركعات. بعد مين؟ بعد الاربع ركعات العشاء. ايوه يعني بعد العشاء وبعد كده الوتر ركعتين مؤكدا، الباقي كل وتر. مش انا قلت لحضرتك ان الوتر اقل واحد اقصى كام؟ 11. شباب ليس عندنا صلاة اسمها شفع. شفع يعني مثنى، وتر يعني ماذا؟ فراد. الناس في مصر تصلي بعد العشاء ركعتين، مين ده؟ ما هذا؟ سنة. ثم يصلون اثنين شفع ثم واحدة وتر، اثنين شفع وواحدة وتر، الثلاثة وتر، طب الخمسة وتر، طب السبعة وتر، تسعة وتر، الحداشر انتهى الوتر. فهمت؟ بعد كده نية الوتر، الوتر سنة مؤكدة بس مش راتبة. قال أبو هريرة في حديث صحيح: أوصاني خليلي يعني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أبدا: واحد صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أنا أقول معناه يعني، وصلاة الضحى وصلاة الوتر. هلا فيك عشان نخلص. فإن كنت عازما على قيام الليل فأخر الوتر ليكون آخر صلاتك بالليل وترا، ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم أو مطالعة كتاب. بين الوتر وبين العشاء اشتغل بقراءة لها العلم. ولا تشتغل باللهو واللعب فيكون ذلك خاتمة أعمالك قبل نومك، فإنما الأعمال بخواتيمها. قد يلهو فينام، فإذا مات مات، إذا نام مات، ويبعث المرء على ما مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. قل يا ابني. خلاص. The end.